طيب نبص على الإجابة. نجيب الإجابة ونشوف وجهة نظره. نوموثوركس سي بي دي is the most common cause of secondary pneumothorax. Common association. طيب هنا كاتب إيه في الكلو؟ This case is describing an instance of spontaneous secondary pneumothorax, secondary to existing chronic lung disease, for which chronic obstructive pulmonary disease, COPD يعني 50 إلى 70% من الكيسز. يبقى هي فيها common association يعني زي اللي عاملة زي بتفكرني دي، عارفة دكتورة نهال في موضوع البي سي بي كان عدى علينا في الانفكشوس انه برضو common association معاه النموثوركس، كان سؤال برضو فيها بالظبط. كان common complication كان كل ما يجيب بس عيان اتش اي في. وزي ايه تاني؟ انهيلد بنتاميدين. كان بيعمل برضو تمام. يبقى احنا كده common association التلاتة دول. طيب نقرا ال بي سي بي. ايوه تسمع ولا مش عشان ما سمعناش حاجه هنا عشان ما سمعناش حاجه دكتور محمد. دكتور محمد دكتور محمد معانا؟ مثلا لو ترجع تشوف هو ممكن يكون فصل عندي المثل. طيب لو ترجع لتفسير الإجابات بعد إذنك. طيب حاضر. ليه واحد لا يعني؟ اوبشن 1 incorrect. While anaphylaxis is the most important differential diagnosis في الacute dyspnea, it's unlikely that in this patient with penicillin allergy one day and the treatment as typically the onset is more immediate. يعني هيبقى الانفلاكسز حاجة مجرد ما خد العلاج حصل كذا يعني. الاوبشن نمبر 2. دكتورة نهار معانا ولا ايه؟ تحب تقرأي ولا اقرأ؟ انا فكرتك عايز تقرأ. لا بالعكس اتفضلي. اوبشن 2 هو بيقول كوريكت ليه؟ لان الاندرلاينج ريسك ان اديشن تو ذا يونيلاترال تروست اير انتري. هي الفكره هنا ان احنا كنا بنقول ايه اللي خلانا نتكلم عن يوم سوركس، انه قال ان جنب واحد اللي هو كان الرايت سايد في ريديوست اير انتري، فده اللي خلانا نفكر ان هو نيوم سوركس. ماشي يا دكتور رغد. As the primary differential يعني ده هو اللي فكر فيه ان هو spontaneous secondary pneumothorax ناتج او associated مع COPD. فهو هنا بيقول the other differentials are possible and should be rolled out as quickly as possible while intervention is prepared. وانا بجهز المفروض ان انا بعمل roll out للباقيين. Option 3 هو قال ان هو incorrectly pulmonary embolism is an important differential to eliminate and lower loop examination. المفروض ان هو هنا بيأثر على lower loop برضو. Will the score calculation and an electrocardiogram ECG should be performed rapidly. However, given the more likely diagnosis of a اللي هو ال secondary spontaneous secondary pneumothorax and the lack of any other mentioned risk factor, it's least likely that this is the cause of his deterioration. هو معظم حالات البي اي يعني اذا ما كانش في امنيوتيك فلويد او اير امبوليزم او كوليسترول امبوليزم بتكون ناتجه من يعني من لور ليمب يعني. فهو عشان هيك بحكي لور ليمب اكزامينشن، فهو مش جايب حاجات زي تندرنس او لا. هو قايل انه ما فيش اديما، بس هو ما جابش سير اي تندرنس في لور ليمب او اي حاجه. هو قال ما فيش بريفرال اديما، ده اللي اتكتب في الكيس. بالظبط. فهو يعني الى حد ما نافي البي اي من هذا النقطه. وقصده الدي في تي يعني دكتور، يعني ما فيش ريسك فاكتور للبلمونر امبوليزم زي مثلا زي الدي في تي او مثلا او تندر كاف يعني. مصل مثلا ساعتها كان قال تندر كاف مصل مثلا او حاجه. بس عشان كده يعني المفروض ان انا بحسب الويلز سكور ده يعني في الحاله دي عشان اعمل اكسكلود. ما هو الويلز سكور يعتمد على هذا الموضوع يعني.
انه انا فاهم انا يعني هل فاهم في كنزر اذا كان يعني بي don't بي exclude بي the other causes او تمام تمام صحيح. ايه وايه اوبشن اهو؟ طب هو انا في الالكتروكارديوجرام بلاقي ايه في عيان البلمونري امبوليس؟ بلاقي مثلا شاور رايحة sinus للهارت tachycardia فعمل S1 Q Q3 T3 لا دي هو موجودة ال most common هي بس most من common المارتي. ال most common ECG finding في ال B هو sinus tachycardia في حوالي 80-90% من ال patients. هو ال S1 Q3 T3 يصير في حوالي 20-30% من ال patients. ممكن يصير في right bundle branch block أو أو right 30%. صحيح. فال most common sinus tachycardia يعني، وهو العيان عنده تاكي كارد يعني. هي ما لسه هو بس بالظبط مور انا كنت سبيسيفيك لسه اقول لك بتهيألي انه يعني هي لا برضه مش دكتور. لا لا حتى الاس 1 كيو 3 تو 3 مش سبيسيفيك للبي اي، حتى الاس 1 كيو 3 تو 3 مش سبيسيفيك للبي اي، وحتى يعني الدايجنوستيك انا بي اي برضو لا يعتمد شايفة على الـ على الاي سي جي يعني. ايوه هم بيعتمدوا على السكور بتاعهم، السكور او في سكور تاني برضو كان بيتعمل برضو في تمام، بس القصه هو دي. الويلز سكور لا يعتمد جنيفا اصلا على الاي سي جي يعني. تمام. اوبشن 4 incorrect acute heart failure typically present on the background of pre-existing cardiac disease with de novo cardiac failure being comparatively rare هو اصلا ما جابش سيره cardiac disease. This combined with the lack of inspiratory crackles قرب المناري تمام الجي في بي والبيدا الإديمة تمام significant reduce the possibility of this being the case. Option 5 incorrect. While it's not impossible for the infection to re-present, this gentleman is no longer pyrexial. لو لاحظنا هنلاقي ان هو فوق كان سخن قوي، تحت بقى 37.7 and has no clinical signs of infection on examination. It's least likely that an exacerbation would present with sudden deterioration. تمام. ده ايه الكومون اورجانيزم اللي بيجي مع نيوموسوركس؟ سؤال تاني بكتيريا. السؤال تاني الكومون اورجانيزم الكومون اللي بيحصل اورجانيزم معاه اللي بيجي مع نيوموسوركس نيوموسوركس. ستريبتوكوكا لا كان الستاف ستاف اوريس ستاف تمام ستاف تمام. الستاف كان بيحصل معاه نيوموسوركس يعني عشان كافيتاتري وكده ولا عشان حاجة تانية؟ لا كانوا كاتبينها لما كنا بنذاكر النمونيا ان الاستاف كان بيبقى معاه كافيتيشنز وريسك اوف نيموثوراكس، وكان بيجي بعد فلو لايك سيمبتومز بعد انفلونزا. الله ينور عليك، حلوة برضو، تجميعة جميلة برضو. تمام. طيب نقرأ النيموثوراكس بشكل عام هو كده. بيقول الريسك فاكتورز بتاعته بري اكزيستنج لونج ديزيز سي او دي ازما ستيك فايبروزس لونج كانسر نيوموسايتس نيموناي A connective tissue disease, the Marfan syndrome or rheumatoid arthritis, ventilation including non-invasive ventilation, catamenia pneumothorax ودي اللي كانت جت قبل كده في السؤال is a cause of 3-6% من spontaneous pneumothorax occurring in the menstruating woman, is thought to be caused by endometriosis within the thorax. السيمبتومز يبقى احنا كده قلنا الاربع ريسك فاكتورز. السيمبتومز تند تو كم ان سادنلي ديزنيا والشيست بين هي يا دكتور محمد والسويتنج وتاكينيا وتاكي كورديا. السؤال اللي بعد كده 79 years old man is admitted with right lower lobe pneumonia as well as showing consolidation. There also appears to be moderate sized pleural effusion on the same side. An ultrasound guided pleural fluid aspiration is performed. Appearance of the fluid can clear and is sent for culture. Whilst awaiting the culture, which one of the following is the most important factor when determining whether a chest tube is placed? انت بختار احط chest tube. Glucose of the pleural fluid.
ايه الامبورتنت فاكتور اللي هيحدد ان انا احط شيست تيوب، ان يكون فيه جلوكوز في البلورال فلويد ولا ال دي اتش في البلورال فلويد ولا البي اتش بتاع البلورال فلويد ولا البوتاسيوم أقل ولا من سبعة البروتين؟ واتنين، أقل من سبعة واتنين بعتبره حتى لو كان كلير لويد لازم أعتبره إن هو انفكشن وأعمل له شيست اه تيوب لو اقل من 7.2 بقول عدت ان علينا. هو suspected بالورال انفكشن فعلا وانديكيت للشيست تيوب درينج. قيمة بيقول British Thoracic Society state that the following are the main indication placing chest tube في البلورال انفكشن: عيان patient with frankly purulent or turbid cloudy pleural fluid on sampling with, should receive prompt pleural space chest tube drainage. The presence of an organism identified by gram negative gram stain or culture from non-purulent pleural fluid sample indicates that pleural infection is established and should lead to prompt chest tube drainage او ان البلور فلو بي اتش اقل من 7.2. يعني من الاخر لو لقيته تربت او كلاودي تمام ساعتها هحط درينج، لو لقيت ان انا عملت في جرام ستين او كولشر ولقيت نون بيورلنت بلورال فلويد سامبل مبينه ان في انفكشن او البي اتش اقل من 7.2 حتى لو هو شكله نظيف يعني. يعني هما ثلاث حاجات، يا اما تعمل والبي ايزوليشن اتش هو الموست يا اما يوزفول فيريولنت تيست اصلا. يا اما البي اتش اه اقل من 27. تمام اوكي البلورال فيوجن انفستيجيشن ومانجمنت عايزين نقولها ولا والله يعني يا ريت برضو احنا قلنا الايميجنج هو اهم بتاعتها قبل حاجه كده الايميجنج؟ نقول احنا كنا قايلين في الايميجنج كنا قايلين فيها بوسترو انتيرور شيست اكس راي شود بي بيرفورمد لكل البيشنت، الالترا ساوند لو انا عايز اسحب فبستخدمه كجايد، الكونتراست سي تي كنت ببص بيه على الاندرلاينج كوز، دول الثلاث كلمات بتوع الانج. البلورال اسبيريشن كنا بنقول از اباف احنا بنستخدم الالترا ساوند عشان نقلل الكومبليكيشن، بستخدم 21 جي نيدل 50 مللي سيرنج هي دول اللي بستخدمه، وفلويد شود بي سنت عشان اعمل بي اتش والبروتين واللاكتيت دي هيدروجينيز والسيتولوجي والمايكروبيولوجي. اللايتس كرايتيريا قلنا عشان افرق ده اكسيديت من ترانسيديت، بقول الاول ان هو اكسيديت لو اكتر من 30 جرام باللتر، ترانسيديت لو اقل من 30، لو بين 25 ل 35 ساعتها بستخدم اللايتس كرايتيريا اللي هم كانوا ايه بلورال فلويد بروتين على السيرم بروتين اكتر من نص، او فلو بلورال فلويد ال دي اتش على السيرم ال دي اتش اكتر من 6 من 10، او البلورال فلويد ال اتش اكتر من الثلثين الابر ليميتس بتاعه النورمال سيرم ال دي اتش. اذر كاركترستيك بلورال فلويد فايندينج كانت ايه؟ بلاقي لو جلوكوز في حالات الروماتويد ارثرايتس او تي بي، بلاقي ريز اميليز في حالات البكتيريوتايتس او الاسوفيجيال بيرفوريشن، بلاقي هيفي بلود ستين في الميسوليوما او بالمير امبليزما او تي بي. البلورال انفكشن قلنا كل العيانين اللي عندهم بلورال افيوجن اسوشيشن مع شيء سبسس او نيمونيك النف ريكواير دايجنوستيك بلورال فلويد سامبلينج، اي بلورال انفكشن بحتاج ان انا اعمل له سامبلينج. اف ذا بلو الفلويد لقيناه بيرولنت لقيناه توربيد او كلاودي ساعتها هستخدم شيست تيوب، لو هو كلير بس البي اتش اقل من 7.2 برضه هعمل هسسبكت ان هو امبايميا برضه وانفكشن. ونزود عليها مانجمنت برضو اوف لو انا عملت ايزوليشن برضو للاورجانيزم بالكالسر برضو، يبقى ده ثلاث اسباب. واو إيه المانجمنت بقول ايه؟ بقول بعمل ريكرنت اسبيريشن بلوروديسز اندويلنج بلورال كاثيتر او دراج مانجمنت تو اليفيت السيمتومز زي اوبيات تو ريليف الديز. ماشي وكان في دكتور كان بيتكلم عن البلوروديسز او الدكتوره الدكتور رغد كان قال حد كان قال البرايمري والسكندري، والبرايمري كنا بنعدي له اول اتنين وبعد كده بنعمل له بلوروديسيس تقريبا، صح كده؟ اما السكندري بنعمل بلوروديسيس ده الـ ده الـ ده الريكرنس بريفنشن يا دكتور حسن. الريكرنس حضرتك اللي كنت بريفنشن كان اتكلم بعد
كان قدامي اول معلش. كان بعد اول مره تاني مره للبرايمري واول مره للسكندري. كنا بنعمل سيرجيكال بلوروديسز افضل من الكيميكال بلوروديسز. ده كان في النوموثوركس صح؟ طب ده هو هنا السيرجيكال بلوروديسز ده اللي هو الديكورتيكيشن. البلوروديسز اللي هو احنا يعني السيرجيكال هو تقريبا تتراسايكلين او لا السيرجيكال هو الديكورتيكيشن. ادي كورتيكيشن بقى ورنا بقى التفاصيل بس دي. بس تقريبا اللي هو الكيميكال كنت الكيميكال هو ان بيحقن تلك باودر او تلك باودر او تلك باودر. صح. ارسلت قريتها بليومايس برضه بيعمل فايبروزز. تمام. او ريستروميزين ايضا. تمام. طيب انا قصدي حاجه تلك بس مش موجود يعني مش متاح كتير يعني تلك افضل حاجه بس انه مش متاح. صور بلوروديسيس ده عدى معانا في الريكرنت بلورال فيوجن بنستخدمه مع السكندري نوموثوركس بنستخدمه مع البرايمري بعد التاني ابوسود صح كده؟ تمام تجميع جميل. نعم بقول تجميع جميله. انا برضو كنت عماله اقول احنا قريناها في حاجه تانية بس تمام. السؤال اللي بعده which one of the following would cause a rise في الكربون مونوكسيد ترانسفير فاكتور. احنا برضو تقريبا السؤال ده اتعاد. انفيزيما ولا بالمونري امبوليزم ولا بالمونري هيمرج ولا نيمونيا ولا بالمونري فيبروزس. الهيمرج ما كانش فيه. لا البلمونري هيمرج هو بيعمل بيزود التليبو بينما الاذرز دول هيقللوا التليكو صح كده؟ انا كنت بحفظها من شكل الجدول. هو شكل الجدول ناحية اليمين كان فيه انفيزيما بالمونري امبوليزم ونيمونيا وبالمونري فيبروزس. هو احنا عايزين نتناقش في الحته دي يعني بصراحه انا كان نفسي نتكلم فيها. هو البلمونري هيموريج يعني عشان في عامل زي البوليسيسيميا ان كميه البلد المحمل عليها الاكسجين فيحصل جاز اكسشينج اكتر يعني زي قصه صحيح الباتشر والفاجنر. هي دي الميكانيزم. صحيح. طب الميكانيزم صحيح. بتاع صحيح. الازمه الميكانيزم بتاع الازمه هل عشان بيحصل ريتينشن للجازز يعني الاكسشينج بيبقى احسن؟ لا هو في الازمه عشان الهايبر فنتيليشن اللي بيصير معهم يعني هم بيصيروا انه هايبر فنتيليتد يعني انه الريسبيراتوري ريت تزيد عندهم فانه بيكون اكثر في ال سي او ان. تمام. حالة الانفيزيما لانه بيصير في ديستركشن ما بين ال يعني الممبرين اللي هو بيصير فيه جاز اكسشينج بيصير فيه ديستركشن بتقل السيرفيس اريا بتقل السيرفيس اريا بتهيألي في تمام حلو. يبقى الازمه بتزود علشان الريسبيراتوري ريت زاد بينما الانفيزيما بتقلل عشان قل السيرفيس اريا بتاع الالفولاي صح كده؟ هو صحيح. هو يعني مش السيرفيس اريا هو الجاز اكستشينج يعني السيرفيس اللي بيصير فيه جاز اكستشينج دي جاز صحيح يعني هو تقريبا. بالنسبه بس للازمه هو في نقطه صراحه في التي ال سي او هو الازمه بيزيد في التي ال سي او ما عدا في اللايف ثريتنينج ازمه. اللايف ثريتنينج ازمه بقل التي ال سي او وهذه نقطه مهمه وعشان هيك في اللايف ثريتنينج ازمه بيصير العيان في عنده سي او 2 ريتنشن وهذه الحاله اللي بنودي فيها العيان يعني على الاي سي يو انتنسيف كير. تمام فعلا صحيح. كانت من ضمن الحاجات فعلا اللي هي نورمال سي او 2 او هاي كان في اللايف ثريتنينج صح. وهذه الحاله بكون فيه تي ال سي او اكيد راح يكون لو يعني اكيد. بالنسبه للنيمونيا والفيبروسز لانه بكون في يعني في يعني الميه او الفيبروز مشكله في الديفيوجن عامه جاز ديفيوجن. دي يعني قصدي يعني دي سهله توكسبلين يعني قصدي ان في حاجات كانت بالنسبه لي زي الازمه دي صعبه شويه مش صريحه يعني. الهيموريج يعني زي البوليسيسيميا انه كميه دم كتير فمحمل باكسجين فبيزيد الاكسشينج. انا توقعتها كده هي بتهيألي كده زي ما انت قلت يا دكتور رغد.
اه صحيح، والليفت ورايت شنط نفس الشيء يعني، قلنا بالظبط بيزيد البلد اللي الاكسجينيشن. رايح لللنج، سو بيزيد الاكسجين. تمام. طيب ده سؤال طويل، ماشي اتفضلي يا دكتورة. هو معلش، هو احنا كنا بادئين عند السؤال كام يا دكتور حسن؟ كنا بادئين 254. هانت خلينا نخلص اهو. تمام. لا ده انا بسأل بس عشان عندي فضول اعرف احنا النهارده عملنا اكتر من كل يوم ولا لا، ده اما سؤال كده جه في بالي دلوقتي تارجت 100 بس صفحة. بعرفش. تمام. 64 years old woman with background of asthma is referred to the respiratory clinic with worsening shortness of breath. Over the past few months, she was diagnosed with asthma when she was in her teens and currently takes inhaled corticosteroids inhaler with an as-acquired salbutamol inhaler, which she rarely uses. She doesn't describe any ways or nocturnal symptoms, and her inhaler technique in the clinic is excellent. She tells you that she's compliant with her medication. She has no other medical problems, or she is non-smoker. تمام؟ compliant مع المديكيشن. تمام. On examination, the patient is sitting comfortably at rest and taking in full sentence. Her oxygen saturation 96 في ال air. Her body mass index 30. Chest examination is clear. As a part of the workup, the patient had chest x-ray which shows normal size the heart and the clear lung field. She has also had some lung function test which shows the forced expiratory volume في أول ثانية 33 لتر forced volume capacity 3.9 ال ratio 84% TLCO 77.4 KCO 101. أنا الصراحة مش حافظة الأرقام دي كده نورمال ولا إيه؟ هو الـ F الـ first expiratory volume في أول second لو معدي 70% يبقى كده هي كويسة يعني متهيألي، والـ ratio معدي الـ ratio معدي 70% برضو أو above النورمال هو متهيألي كده كمان يعني، فهي كده إحنا رايحين ناحية restrictive يعني. صحيح، هو إحنا يعني رايحين normal or above normal يبقى restrictive، مع ان هو طيب كي اس الهيستوري او بيتكلم في ازمه، والازمه المفروض تطلع ايه؟ obstructive. obstructive، بس هو ايه هنا بيقول لنا ان هي ايه الـ يعني التست دي اعتقد الاستركتيف يا دكتور حسن لو الاثنين اللي فوق اب نورمال، ان هو الريشيو اخر حاجه ببص عليها، ان هو البني ادم النورمال الليفل هتطلع عنده كده برضه، بس بيتهيألي الاثنين اللي فوق كويسين تمام. بس بالنسبه لها في ال سي او، ما ده قصدي نورمال الاثنين اللي فوق نورمال. بالظبط. بس تي ال سي او لو والكي سي او هاي، فتي ال سي او لو فان هذا ريستريكت. تي ال سي او كم النورمال فاليو؟ 80 ل 120، من 80 ل 120، فده التوتال لانج والكي سي او جاز اكسشينج. تمام. سو وده والكي وده سي او 101 نورمال. كم النورمال؟ كم النورمال؟ الاسباب اللي قلناها بقى اللي efficient 80 ل 120 اللي بتقال لي كو افيشنت ال سي او نورمال اور هاي اكسترا بال اكسترا بالمونري ريستريكتيف وال هي ريستريكتيف عشان تخينه 30 كيلو بيزك ممكن. ايه ده هو 30 تخين؟ 30 فوق ال 30 كتير برضه، نروح نموت نفسنا بقى. الايديال 24 الايدل من 18 ونص ل 24 لا ونص. معلش 25 عشان خاطري خلينا 24 لغايه 24 لغايه 25 مش مشكله، بس مش هنختلف. بس 30 يعني على فكره 30 اول الاوبيزيتي يعني اخر الاوفر ويت 29 ونص. لا معقوله اول الاوبيزيتي؟ يا دكتور مصطفى وحضرتك كده لازم تخس.
اي حد بيذاكر طب لازم الاوبيزيتي دي معايا. فهي تقريبا هي اللي هتبقى معبره عن القصه دي يعني. بس انا كنت عايز اعرف التيليكو والكوفيشنت ده النورمال فاليوز ده الاثنين زي بعض؟ 80 ل 120. دكتور رغد قال الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض ها؟ صحيح، عدى علينا المعلومه دي، قال لك لما يكون ده هاي وواحد فيهم اللي هو الكوفيشنت ده هاي يعني كويس، بس ده التوتال لانج تعبان، يبقى حاجه ريستريكت الحكايه يعني، مش يعني على مستوى الالفولاي الوضع كويس، بس هي اللانج مش عارفه تعمل انفليشن كويس. والايجنج برضه كان بيزود الكوفيشنت. الايجنج صح، الايجنج كان بيزود الكوفيشنت صح. ايه دكتور رغد كنت عايز تضيف ايه؟ لا تمام، بس هو انا الصراحه ال FEV1 وال FVC انا يعني مش عارف صراحه يعني يعني ال 3.3 ال FEV1 يعني هو قديش هو. انا بتذكر انه اربعه النورمال، اربعه في حد يعني لو حد لا هي في نورمال فاريشن يعني، هي مش هتبقى الليتا ما هي من البريدكتد يا دكتور رغد. اعتقد ان احنا حاجه من الاثنين، يا اما اوف ذا نورمال لو عندي النورمال ليميت، او فروم ذا بريدكتد البريدكتد تو ذيس بيشنت. دايما بتتكتب كده 70% من البريدكتد. بس في نورمال فاريشن، بس هو بيحكيش عن ريش يا دكتور، بيحكيش عن ريش، هو بيحكي عن فوليوم يعني الاف اي في 1 او الاف بي سي، بس كاتب بين قوسين البرسنتج اوف ذا بريدكتد عشان موضوع الفاريشن صدقني، لانه بتختلف من راجل لست ومن واحد من ريس لريس وكده، هو كاتب لك البرسنتج عشان يحسم القصه يعني. انا عايزه اقول لك يا دكتور رغد ان الاف اي في 1 والاف في سي برضو النورمال بتاعهم من 80 ل 120%. هو تمام، بس اذا احنا بدنا نحكي عن ريستريكتيف لانج ديزيز مفترض يكونوا قلال يعني، مفترض انهم يقلوا يعني، هم الاثنين بيقلوا بتطلع الريشيو عالي يعني، بس انه لا دي مش ريستريكتيف، دي مش ريستريكتيف لانج ديزيز، ده نورمال. عشان كده هي نورمال، هي مدية صورة الريستريكتيف علشان يعني ده بيسموه السكندري، السكندري بتاع الريسبيراتوري فيلر، لكن نورمال لانج سليمة يعني سليمة. هتلاقيها بتعمل الاكسبيراتوري فوليوم في اول ثانية عادي طبيعي، الحاجات دي هتلاقيها طبيعية عندها عادي عشان ده سخين. هو كاتب في حاجات بتبقى ريستريكتيف هنا نتيجة انفلتريشن في اللانج، في حاجات تانية نتيجة أسباب تانية، إنه الماسلز ضعيفة، إنه في كيف سكلوزز الكيج. إحنا ممكن نقرأها يا دكتور حسن؟ ماشي يا ريت، معلش إحنا نقرأها. هو بيقول before attributing of a patient، نقرأ اللي فوق، نقرأ اللي فوق لو أمكن اللي قبل دي. ما هو أنا بقرأ ماشي، أنا بقرأ أول كلمة. يبقى أنت بتقري من سورس تاني بقى. أنا معايا فتح اللاب. Before attributing هي والدكتور هي والدكتور نادر بيحبوا يعني بيحبوا يخش الصوت في ناحية والصورة في ناحية تانية، فاحنا متعاونين برضو معاهم. اتفضل يا دكتور. هو ده أريح يعني. ازيك يا دكتور نادر؟ والله الحمد لله يا دكتور نادر. شفته هو بيتنمر عليا دكتور نادر، شكرا ان حضرتك جيت والله. لا طبعا مش القصد والله. لا ده افضل حاجه يعني، ان انا دايما اللاب افتحه وافتح الموبايل، ما بعرفش من يعني ذا سيم سورس بتبقى مشكله بعدين يعني نظرنا ضعيف وكده. تمام يا فندم. طب الحمد لله، ده كلنا اللي ما فيش مشاكل. اتفضلي دكتور. Before attributing a patient shortness of breath to their obesity, we must ensure there are no other causes. لازم الأول أتأكد إن مفيش، عشان أجيب سيرة الأوبيزيتي لازم أتأكد إن مفيش other causes. The patient history، عشان كده هو جايب كل حاجة normal. The patient history suggests that her asthma is well controlled. هي ست أصلا هو من الأول وهو بيقول لك إن هي well controlled. She is compliant with her medication. The examination findings are also normal. So it's very likely that the patient is having an exacerbation of her asthma. مش هيبقى معاها exacerbation.
The time frame also goes against this as the patient has been having symptoms for several months. هو فوق قال إن هي السيمبتومز بقالها كذا شهر. هو كل اللي قاله فوق السطر الثاني باست فيو مانثس. صح تمام، يبقى هو كده مظبوط. نكمل. هو بيقول اهو she's compliant. تمام. ان التايم فريم also goes against this as the patient has been having symptoms for several months. البلمونري فايبروزس does give a restrictive picture on spirometry but wouldn't give an increased coefficient. Also the normal chest x-ray does go against this. الاكس-ray كانت normal برضو والسبيرومتري جايبة restrictive picture، مع ان هي جايبة restrictive picture بس ال KCO normal او عالي، يعني normal يعني بس قصده ما فيش infiltration، قصده ما فيش انفلتريشن في اللنج فتعمل الريستريكتيف بيكشر، فعشان كده الاكس راي بتهيألي كويسه. صح كده قصده كده ولا هو كل لا هو بيتكلم ان الريستريكتيف بيكشر مش جايه غير بالانكريز الكوفيشنت بس، صح كده؟ ماشي، هو الريستريكتيف بيكشر جايه بالسبايرومتري تمام، بس لو بصينا على الشيست لقينا الشيست كلير وهي من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريستريكشن انفلتريشن، فانا هدور على الحاجات بقى الحاجات التانية بقى اذر كوزز يعني. تمام دكتور حسن، بس في نقطة انه ايوه التي ال سي او، التي ال سي او يعني اذا كان لو هذا ريستريكتيف لانج ديزيز، بس احنا في عندنا يعني قسمين للريستريكتيف لانج ديزيز، في اكسترا بالمونري وانترا بالمونري. تمام. الانترا بالمونري بتقلل الكي سي او، الاكسترا بالمونري ما بتقلل الكي سي او، فهان الكي سي او نورمال، فهذا يستبعد البلمونري فايبروسز والانترا بالمونري. الله ينور عليك، دي نقطة تانية زي ما دكتور تفضل فيها، ان ما هي اللنج برضو ده بيقول ان اللنج سليمة، الكوفيشنت ده يعني عامل زي الاستيميتد جي اف ار، ملوش دعوة بالاذر بارامترز، انت بتتكلم على مستوى الالفيولاي الوضع تمام، فهي اللنج كده مش انفلتريشن يعني، ما فيش حاجة في البارينكيما بتاعت اللنج. بعد كده اي للبوليس نقطة حلوة برضو، اشكرك عليها والله دكتور رغد. البوليسايسيميا والبلموناري هيموريج دو جيف ارايز الكوفيشنت بات ذا بيشنت از تو ويل فور ذا دايجنوزس تو بي بلموناري هيموريج. كان زمان اعراض تانية يعني ظهرت. These patients are often very unwell and have changes seen في الـ chest x-ray. يعني كنت هلاقي ساعتها ان العيان unwell وهلاقي فيه مشكلة في الـ x-ray. Polycythemia appear second shouldn't be cause shortness of breath a per CED. يعني برسي في حد ذاته. برسي تمام. طيب كده خلاص، يعني هنا قصده يا دكتور قصده انه الكوفيشنت ده بيعلى طبعا في الحالات اللي فيها بوليسيسيميا او هيمرج، بس مش هيؤدي انه مش هتعمل البوليسيسيميا دي، مش هتعمل الشورتنس اوف بريث يعني بريث، صح كده تمام. سؤال يعني لولبي بصراحه، يعني اعتقد في البلاد في الهيماتولوجي البوليسايسيميا بتعمل شورتنس اوف بريث، هايبر فيسكوستي سيندروم والحاجات دي. هو الانيميا بتعمل شورتنس اوف بريث، بس البوليسايسيميا اذا عملت يعني ممكن بي اي او يعني البولايا او هيك ممكن، بس هي بحد ذاتها هو بس معلش، هو البلموناري هيموريج بيبان في الاكس راي ايه؟ بيبان
بيبان extensive infiltration, basal infiltration, lateral or bilateral. حسب هو diffuse alveolar hemorrhage, ده هيبقى bilateral ولا localized بسبب حاجة local يعني. طيب تحبوا نقرأ ال pulmonary function test؟ على الأقل ممكن نقول obstructive lung disease, the first expiratory volume one significantly reduced, vital capacity reduced أو normal, الratio بلاقيها reduced, في restrictive بلاقي the first expiratory volume one قليلة بس vital capacity significantly reduced والratio normal أو increased. على عكس ده الأمثلة هنا أزمة COPD, برونكياكسس, برونكيولايتس, أوبليتريز. أما في الريستريكتيف بالموناري فيبروزس, أسبستوزس, ساركيدوزس, أكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم, إنفنت ريسبيراتوري ديستريس سندروم, كايفوسكوليوزس. أي دي بقى الإكسترا يا دكتور حسن, الكايفوسكوليوزس, بونديولايتس, نيوروماسكولار ديسوردرز, والسيفير أوبستي, مع إن 30 مش سيفير أوبستي يعني ولا حاجة. أه بالظبط, يعني مش سيفير أوبستي صح. الوبستي ده بيبقى 40 البودماس اندكس. طيب ما علينا, نعطيها هو بأي في السؤال لحاجة, فيعني ايه نبقى فاهمين طريقة التفصيل يعني. نقول السؤال اللي بعده, which of the following is not recognized the cause of pulmonary eosinophilia, الشارج ستراوس سندروم ولا السلفوناميد ولا الاكسترينزك اليرجيك الفيلايتس ولا لوفلرز سندروم ولا الاليرجيك برونكو بالموناري اسبرجلوزس. كلهم معاهم ايزينوفيليا ما عدا الاكسترينزك, كلهم معاهم ايزينوفيليا ما عدا الاكسترينزك ما عدا الاتش بي. قلنا دي قلنا دي بتتعامل بحاجتين صح يا دكتوره, يا اما بال اللي هو الثيرد. دكتور رغد اول مره خالص قال اسمها اليرجيك بس ما فيهاش ايزينوفيليا ولا فيها اميونوجلوبولين اي. انا قصدي الميكانيزم بتاعتها كانت بتحصل في اللي هي الثيرد هايبر سنسيتيفيتي صح, والفورث هي دي. لا دي الساركيدوز. لا صحيح, هو هي الأكيوت فيز كان بالثيرد هايبر سنسيتيفيتي, والليت او الديلي بالرابع اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي. بس قصدي ما فيش رول للايزينوفيليا يعني, هو انتي بودي. لا ما فيش ايزينوفيليا خالص, هي كانت اهم حاجه فيها الليمفوسايتوز. الليمفوسايتوز كانت معاها صحيح لما قلنا في انفيرجن للسي دي 4 على سي دي 8 ريشيو, والسي دي 8 ليمفوسايت بتزيد. السلفونامايد ده من الحاجات اللي بتعمل ايزينوفيليا, وفي درجز اذر درجز بتعمل ايزينوفيليا غير السلفونامايد وكل السلفادرات. في حاجه اصلا اسمها دراج انفيوز ايزينوفيليا. ما عندهاش سليم اكسبريشن يعني, ممكن ابعتهم لك برضه بس مش فاكرهم دلوقتي. تمام. بس هو في حاجه يعني اسمها دراج انفيوز ايزينوفيليا. تمام. هم مش دكتور هم نفسهم السلفا دراجز يعني, هو السلفا دراجز يعني اللي فيه سلفا يعني. مليانين يعني كتار, هم زي الدايوريتكس, زي في بعض انتي بايوتكس, في وفي كمان انتي اورال هايبوجلايسيميك دراجز يعني السلفونال يوريا, وفي الميثيمازول والسلفا مكسازول والحاجات هذه. فيمكن هدول هم اللي بتوقع ان هم اكتر حاجه يعني, هو السلفا جروب هي اللي بتعمل اليرجيك. تمام. وبالمره اللوفلر سندروم ده عدى معانا في الانفكشوس, كان بيعملوا الانكليستوما والسترانجلويد والاسكاريس, كانت برضو الاسكاريس دي اللي كانت لها يعني قصه حياه غريبه كده يعني, هي ملهاش دعوه باللنج بس كانت بتروح تبص بصه كده وتعمل الايه اللي هو الايزينوفيليا اللي في اللنج, وتعمل لنا الليفر سندروم. تمام. الاليرجيك برونكو بالمونري اسبرجلوزس كان برضو معاها اي جي اي واي جي جي صح, كان معاها الايزينوفيليا. شارج ستراوس طبعا معروف يعني.